بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام على جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الزوفلون الزولي الجزائريين الجزائريين اللي عايشين في بورتو أكتر غربة. بونجور سالي كل الجزائريين يا الجزائريين كي في الجزائر يا الاترانجي لا شرقية لا غربية. ثقافة جزائرية الزول والأمة الجزائرية لا تزول. الزول والشعب الجزائري واقف صامد موحد ولا يزول. 1 2 3 أوفال الجيري. تحيا الجزائر بشعبها وليس بظلامها. تحيا الجزائر بأمتها وليس بقوانينها واللي يعملوا القوانين بظلامها. أولا يا خوتي، الناس ما زالها عايشة في الميتوماني في الكذب. من 62 إلى يومنا هذا نفس المسار، يعني نفس المسار، يعني الأشخاص اللي كانوا في 62 ما زالهم، يعني نفس النظرة المستقبلية للجزائر، وأن النظرة المستقبلية هي نهب أملاك الشعب الجزائري. والشعب الجزائري على خرج على خرج على دار ثورة في 22 فبراير هي تحرير الوعي. خرج من أجل تنحية أشخاص اللي كانوا أولا، لأن هذوك الأشخاص سرقوا حقروا قتلوا إلى آخره، ومن بينهم حزب الأفلان، حزب الأفلان والأراندي وحماس والأخر ما زال هما لهم يغنطقوا إلى يومنا هذا. يعني ما كاش تغيير، ما كاش حاجة جديدة. كما قلنا لكم التغيير هذا يعني ينحيوا دي بيون يجيبوا دي بيون، لكن تجديد، تجديد في كلش. كي تقول تجديد معناتها تجديد الوجوه، تجديد الافكار، تجديد المنهجيه، تجديد النظره المستقبليه للجزائر. لكن هما توجور لا ميس باسكو علاش ما عندهمش افكار؟ باسكو هما المشكل. يدير المشكل ما يلقالكش الحل يا خوتي، ما يلقاش الحل، ما يلقاش، ما تتبدلش الجزائر. هم مدلكم اليوم واش قرينا في الجران، الجران تاعهم واش هما يهضروا، وحنا او كيما يقولوا اوني كو دي زوبسيرفاتور سور لا سين بوليتيك. الجزائر هذا مكان، ما انا ضد شخص، ما انا ضد مع شخص ولا ضد نهب املاك الشعب الجزائري. لان الشعب الجزائري واش قال؟ تتنحاو كاع، مدنيه ليس عسكريه، جزائر حره ديمقراطيه. هادو تاع الدستور الجزائري الجديد، دستور الجزائر، لأن الدستور كتبوا الشعب الجزائري، كتبوا في 22 فبراير، كتبوا بلا ما يجي واحد يتفلسف علينا يقولك نقابي ولا ما على باليش ولا. الشعب اللي كتب الدستور تاعو. واليوم اون فا ديكورتيكي الهضرة تاعهم. واش هضروا البارح؟ يعني باسكو البارح هضروها واليوم يخرجوا في الجران، يخرجوا. يعني عندنا تروا اون افي دو سور لا بريس ارابوفون، يعني هما كاع كيف كيف، ما كان لا ارابوفون لا فرانكوفون لا انغلوفون لا والو، كاع كيف كيف، كاع كيف كيف لحمايه العصابه. العصابه هادو شكون اللي سرقوا املاك الشعب؟ ويجي برمي مينيستر تاعهم اللي حطوه هما. اسمعوا مليح واش قال، اسمعوا مليح خاوتي. الان اون فادي كورتيجي توجور واحد يلقى سبب اللي الاخر اللي ظلمو. هو انسان مليح دار كلش. بار اكزومبل يلزاكوز لا بيروقراسي في الجزائر، لا بيروقراسي اللي لحقت الجزائر لهادشي. كاش من هاديه؟ ما كاش منها، ما كاش منها. لان شكون اللي دار لا بيروقراسي؟ الانسان هذاك. والانسان هذاك حنا في الجزائر البيروقراطيه كيف هي تمشي؟ بالتليفون. العداله اليست بيروقراطيه؟ تمشي بالتليفون. اذن ما تلقاوش السبايب، لان المشكل هما نتوما اللي يدير القوانين، اللي كتب، اللي كتب الدستور تاع بوتسريقه مازال هو يكتب. ويا اخي رئيسكم، رئيسكم ليس رئيس الشعب الجزائري، لأنه هو رئيس بلا شعب.
وجي بريسيس، رئيس بلا شعب، والشعب الجزائري وعايش بلا رئيس. هذا رئيسكم يا اخي حلف لكم قال لكم ما غير العهده الخامسه غير تكمل، حلف وصح كاينه منها. اليوم سمعوا الان يا خوتي، ها يا سيدي نبداو جريده الغروب، ليش الشروق؟ لان شروق الشمس هي الضوء، هي الديمقراطيه، هي حريه التعبير، هي العداله الى اخره. هذه جريده الغروب واش تقول؟ بريتيت البيروقراطيه عدو الفلاحين، وزير الفلاحه. ها يا سيدي قلنا شكون فلاحين في الجزائر؟ شكون اللي سرق الفلاحين؟ اليس سعيدان عمار سعيدان لبنته كنزه سعيدان عندها في ان ابارتمون 143 جو بريسيز ليميرو تاع لابارتمون تاعها فواترلو في الانجليز. من جا واحد راه مات السيد هذا؟ اذن البيروقراطيه هذه شكون دارها؟ سعيدان هذاك بومدين شادلي وبن بلا كاع هاد الناس، لان حب الوطن عندهم هي حب سوناطراك، حب بقره الحلوب، بقره الحلوب. ثانيا توجور بارابور لو جورنال هدايا جراد نانكوني واش قال؟ نريد تكوين، سمعوا الان مليح العبارات باسكو ان مو سا جو ان غرو رول، ان غرو رول. وقال لك بوليتيسيان كيف يا عجب تربي، وزيد نقولها ونعاودها، رئيسهم ما عندوش بروغرام يجيب واحد اللي ما عندوش بروغرام، وهذاك اللي ما عندوش بروغرام يجيب واحد اللي ما عندوش بروغرام. هاي ليك الجزائر كيف هي تمشي. جرد هذا واش قال؟ جريدة الغروب يعني شروق، نريد تكوين جيل جديد من المقاولين ورجال أعمال. تكوين جيل جديد، نعم سيدي تكونهم فاش؟ في السرقة، في النهب الشعب. ورجال الأعمال هادو شكون؟ 35 ملياردير من جاوها دراهم. ثانيا شكون هادو لي ملياردير في الجزائر؟ كما قلنا نجي نعاودوها، لان ملياردير بور اتر ملياردير سي تو نيدي. بيسوس بار اكزومبل، امازون، مدينا لكم دي زيكزومبل باش نقدو هاد الناس. ما يعرفوش كيفاش سافي دير، ما يقراوش مالوروزمون، ما يقراوش، يقراو غير سرقه كيف البلانشيسمون دارجون. وي ولا بروف شكيب خليل علمهم، اللي علمهم السحر يروح يقري في واش يقري في الانجليز ولا في الماليك، قري كيف يتعلموا النهب ومن بعد نولي له هدايا لجماعته الى اخره. هذا رجال اعمال. رجال اعمال هادو شكون هادو؟ اسكو لي زون دافير بار اكزومبل، نمد دي زيكزومبل، الجاليه الجزائريه اللي راح حراك، اللي راح عرق عرق، كان خدامين و 14 صباح يخدم 3 خدمات الى اخره، ودار حاجه في البلدان الاجنبيه، دار حاجه، دار بتي ريستورون، دار كيوسك ولا ما على باليش بهذا كيبدا. هم لي ملياردير نقيين ما يخليهمش ينفيستيو في الجزائر ببرهان، لان في الجزائر باش تنفيستي سي افيك اي فو افوار لي ليان بروفون افيك شكون؟ لي فولور دو لالجيري، وهم الجنرالات حقيقه. وكاين اون بروف داروها كانال بلس، احد المليارديرات الجزائر اللي كان يجيب الحليب وهو من بلجيكا، من لا بلجيك. ما يقوليش واحد كذا وكذا باش نتفاهموا، انسان معروف هضر حتى في كانال بلس وما خافش، راحوا لاحد الجنرالات هذوك المرتزقه تاعهم اللي يخدموا معاهم الى اخره، راح له أعطى له معنى باش لازم يشارك أحد الجنرالات، وهو بتشين، هو بتشين بار اكزومبل. يقول لك الجيل الجديد لا سينيفيكاسيون تاع لا نوفيل جينيراسيون، شكون هادو؟ يعني ولادهم. ودوك المد لكم الأحداث يشيروا أوماج
لأحد شهداء الواجب وأحد شهداء الواجب القلم الحرية، وهو الأخ المرحوم الشهيد محمد تاملت. وهذا لو زانفورماسيون كاع لي لوخر جبتهم من عنده، يعني من عنده من السيت تاعو تاع الفيسبوك، بالك يغلقوه الى اخره، يعني قدم. لكن بارابور لي زانفورماسيون اللي مدهم نشوفوهم الان كاع خرجت حقيقه، كاع خرجت كما قلتكم بواحد الخبيث، خبيث يجي بريسيس، خبيث عايش في فرنسا، عايش في السوسيال، رجع روحه هو الفيلسوف والاخر خبيث. والاخ امير ديزاد هضر عليه ديجا وكتب عليه وهضر عليه بزاف الناس، خبيث مازال عايش في فرنسا، وكان في الحزب تاع الوفاء، الوفاء تاع ابراهيمي، وكان في البرج بوعراريج، ويعرف اسمه هذا السيد، كان عنده انشان تاع اليوتيوب غير جماعة، غير جماعة تاعو تاع المنطقة تاعو، ما يهضرش على الاخرين، غير جماعة تاعو. عيط لي الوئام الزيبوكريت، اللي زيبوكريت نقولوا له كيف تكتب لي زيبوكريت باش يرجع روحو. كان عنده جمعية و ليسونسيال يتهم الناس بالمخابرة، وهو من بدات منهم وخوه منهم، وعنده امام جو بريسيز، عنده فاميليا احد كولونونات تاع المخابرات والحديث قياس، وما جيتش يهضر، ما جيتش يهضر كومبليتوم، وعايش في ليون في فرنسا. نوليو الافلان، واش قال الافلان؟ مشروع الدستور محطة أساسية في الإصلاح السياسي. انتو ما كاش نهار شتو الأفنانين ناخذ ولا، يعني الشعب واش خرج؟ خرج على جال هاد العناصر اللي سرقت أملاك الشعب، سرقت أملاك. ما يقوليش واحد باسكو في الجزائر، هادي هو المشكل في الجزائر، الأخ أمير ديزاد والأخ بن حنيمة والأخ مرحوم محمد تاملت والخوة قاعد كاين بزاف ناس يجيبوا بإثبات بالصوت والصورة بالوثائق وما يمنوهمش. سبحان الله، الجمعي مهرب وخرجوه، يقول لك هاي ليك الجزائر الجديدة، هاي ليك الجيل الجديد تاع لي زون دافير اللي يحكيوا عليهم جرات. نولي حزب الإصلاح، لا لإنكار اسمعوا مليح الآن، لا للإنكار لإنجازات محققة منذ رئاسية 22 ديسمبر. فهمنا هاد السيد هذا واش من إنجازات داروهم، كاش من نهار هضر على الاعتقالات، ما هضرش، كاش نهار هضر على حرية التعبير، ما هضرش. إنجازات، واش من إنجازات هادوما؟ يقولنا سيدي يفهمنا الإنجازات، هذه الهضره تاعهم موجوده في الجران، يقول الانجازات، ومازالهم يهضروا ويبرعطوا، ما فهمتش. سي بور سا سي اون رويالتي تاع لي ميتومان، كل احزاب تاعهم كي الاخر خرجونا حتى الكشافه دوق، يعني كيما كانت لي ميم سيستم 20 سنه من 62، ما نقولش انا 20 سنه، يعني سون توس اكوزي، جاكوز تو الموند، يجي بريسي جاكوز كيما إيميل زولا، جاكوز ما 62 الكشافة واش قالت؟ قالت تعديل الدستور أول محطة للتغيير في جميع المحلات، المجالات. يا سبحان الله، واش من الدستور راكم تحكيوا عليه يا رب العالي؟ واش من الدستور؟ الدستور اللي يدخل الجيش الجزائري يدخل في الخارج، تقول لي الدستور هذا هو الدستور؟ اذا انت رئيس الكشافة ابعت وليدك، ما تبعتوهمش، هما رجال اعمال جدد، جيل جديد، ماشي يوليو رجال اعمال، هم لك لا 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 لي بوزون دو لانجي، هادو هما خاوتي. نزيد
القيادة المركزية، سمعوا مليح هادي سي لاميور، القيادة المركزية ويكتبوها في الجرانين تلمو ما عندهمش لي سوجي دي سوجي دي ميتومان. حتى دوك لي جورناليست يتحاسبوا كاع من جورناليست من باب لو 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 لاجون دو سيكوريتي تاع لو جورنال حتى الفوق يتحاسبوا كاع. ونهضر بحماس، القيادة المركزية النقابية تشرع في تصفية، اسمعوا من العادي، في تصفية تركة سيدهم السعيد. إذن نحاوها علاش؟ سرق، سرق النقابة اليومين هذا ما جابوش يتحاسب. وليدو وليدو سيدهم السعيد، وليدو وليدو جي دوني دي بروف تشفاف في التسعينات قال لك اون فورمول ان سيدهم السعيد واسمه كدايا فورمول ان. هذاك وليدو ولا دوك بورت بارو تاع الارندي هامليك رجال اعمال يا جرات، دوم رجال اعمال الجدد جيل جديد تكوين. قال لك تكوين بيان سو تكونهم كرو تكونهم كيف يسرقوا لي بونك، كيف يديروا دي كونترا فيك دي سوسيتي كيما هذيك تاع المترو دالجي ايما. شكون شكون هذا الايما هذه تاع من؟ هذا هو الجيل الجديد كيما الذهب تاع تمرست. شكون هادو كيما الفوسفور اللي يحبوا يستغلوه في في خراطه في بجايه، شكون شتاع من هذيك شركه الى اخره. هادو هما تكوين الجيل الجديد، رجال اعمال، رجال اعمال في الجزائر عندها رجال اعمال نقيين. يا وكاع تاع الاف سي يو كاع سرقوا، بن عمر سرق اكبر سراق، بن حمادي كاع مازالهم مازال ان بي لارجيري سي باز ان بي ستاب بو لانفيستير بوان بار. Un vrai investisseur, par exemple, elle m'a dit un exemple, le Bezos, il veut investir. Elle m'a dit le Bezos, il dit l'homme Amazon à l'Afrique, tu as le Jazair, il y a un alef le Jazairi, il y a un alef en Allemagne, dans l'Europe. Amazon est un alef en Allemagne, le dépôt. في المانيا تاع الاوروب. شوفوا الناس اللي ينفيستيو مارغريسي الاسكلافاج كاين فيها بزاف حوايج باش نتفاهموا، باسكو كل بلاد عندها لا لوا دو ترافاي الى اخره. في الجزائر قد يخدم الاف، على ما يعيطولوش ينفيستي، ما يعيطولوش، حبوا ولادهم ينفيستيو باش يجي هو ينفيستي. لا لا، يجيبوا اللي عنده اللي معاه. شكون ولادهم؟ بورتوني نعرفوه في الجزائر، معروف عالم ومن احسن علماء الجزائر وهو بالقاسم حبه، هام لي مليارده تاع الجزائر بالقاسم حبه مليكشي زرهوني الى اخره. هادو هما لان ملياردير لازم يكون عنده فكره. هادو لي مليارده تاع العالم سي با خلاه له باباه ولا جدو ولا كافحو كيما واسمو هذاك تاع الانفورماتيك مايكروسوفت، كافح في حياته كافح كما يلقاش الخبز. هذه حقيقه، ما يجيش واحد يقول لك كذا بيسوس كيف كيف لا ميم شوز. هادو هما لي مليار، لان المليار باش تولي هي فكره ماشي بابا ولا خالي ولا عمي خلالي، لانه احد القيادات في الجزائر ماشي هكذا. هادو نهبوا املاك الشعب بالعباره الصريحه، هي نهب املاك الشعب الجزائري بوان بار. نولي للاخر، لو دوزيام جورنال ارابوفون، وهو البلاد، يعني كاع مخابر البلاد تاع من تاع زميرلي، زميرلي اللي خرج تاع الملاح تاع حسين داي. تفاو ملاح تاع حسين داي شاكيش بار ملاحه باش نتفاهموا، رئيسهم زميرلي وخوه
ils ont acheté un hôtel en France. وعندهم احد المعارف تاعهم وهو الجنرال زميرلي فاميلتهم ايزو اشتي ان هوتيل في فرنسا كيف خرجوا هذوك الدراهم اذن بالعلم تاع الدياراس بعلم انهم شراهم هذه هي حمايه الوطن حمايه الوطن هذا هي الجزائر لان ولات لا privatisation de l'Algérie. C'est la royauté de l'Algérie. Oulawa, Erdouha. Astaghfirullah. Yani nouli le jarida de hadi el bilad. Wazir sina'a takchouf fi min hasil amaliyat tasjil oula nizami sina'at el murakabat. يا سبحان الله مازال هذه صناعة المركبات لاسومبلاج ديال دي فواتير والاخر مازال هذه شكون يمد يدي وليت تحكوت وليت كذا وليت جينيرال وليت كولونال وليت كذا الى اخره يعني مازال ما خرجناش هاي سي بور سا قلنا لكم لي ميم بروسيدور حاجة ما تبدلت ريان نزيدو الإشهار التجاري هذه سي لا ميور الإشهار التجاري واللغات الأجنبية ممنوعة في حملة انتخابات استفتاء 1 نوفمبر ممنوعة اللغات الأجنبية شكون اللي قالها واحد اللي كان سيطاني إسلاميست زعما يعني ظهور سجود في الجبهة تاعو يهضر يا ودي هادو ما نحلفش خير باسكو ما يعرفوا والو في الدين الدين هما واش ينفعو هو برك كما قال الحاج محمد العنق الله يرحمه يخدعك غير بالحليف ويجبد لك ساده الاشراف هادو هما كان معنى هادو الخباثه اللغات الاجنبيه وهما كاع يهضروا الفرنسي لان علاش ما يديروش اللغات الاجنبيه باسكو خايفين ما هم فرنسا خايفين اسكو الامازيغيه لغه اجنبيه نرجع لهاد السيد هذا يعني بركاو ما تلعبوا بهاد الشيء والاخر والدستور ما الدستور يا ودي الجزائر يا ماشي الدستور عندنا الدساتير من احسن دساتير لكن الانسان اللي يطبق هو المشكل يجي بريسيز انسان يجي يطبق علاه البلدان الاخرى هاي ان اكزامبل علاه البلدان الاخرى كاين دساتير من 1800 ما بدلوهمش لان الانسان اللي يجي يطبق هو اللي يطبق البروكيرور في المانيا ما على بالو اونجيلا ميركل ما على بالوش ما على بالوش جو دون اكزامبل تاع المانيا جو دون با لي اكزامبل تاع فرنسا جو بريسيز فرنسا سي لو ديشي دو لومانيتي لي فرونسي بور موا ديشي دو لومانيتي نقولو نزيد نعاود ماشي غير حنا اللي انا نقولو هايدا كاع لا بليبال دي سارجيني عايشين في البلدان الاخرى احسن من فرنسا مليون خطره علميا كلش سورتو لو سيستيم ايديكاتيف جو بريسيس لو سيستيم ايديكاتيف يعني التربيه المدارس نولي الوزير الصناعة هادي قالوا حبست قاع السماح باستيراد سيارة الأقل من 3 سنوات حبسوها هادي علاش لأن كانوا طمعوا الجالية الجزائرية طمع دايرين في بالهم الجالية الجزائرية في الخارج خرجوا من أجل تروازون باش يشريوهم ومن بعد كي شافوا الثورة عندها دوزيام سوفل من دوزيام سوفل هذاك لأن الاضطهاد في الجزائر وإلى آخره الدوزيام سوفل تاعها من جا من الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج في إنجلترا في فرنسا في الإسبان في كندا في سويسرا في ألمانيا في الطليان يعني داروا يديروا يكملوا واش داروا الشعب الجزائري في الداخل وهذه
توجيه لجريدة البلاد، واش قال جراد؟ على بال يا خوتي، يعني باش تفهموني، واش راني هنايا كاع باش نقول لكم سو سون دي ميتومان، ما عندهمش حلول، ما عندهمش ان بروغرام بوليتيك، سي بور سا مي هضروا برك غنجي قبرك باش تنحيلهم انت كيما يقولوا النقد، يعني لهذا الناس ما يكتبوا على الشعب. هذا هو الوعي، الوعي السياسي، هذا هو الوعي، تحرير الوعي. قال لك جراد لمام الاخر، قال لك نسعى لخلق مضاعفة عدد المؤسسات الناشئة وتكوين جيل جديد من مقاولين ورجال أعمال. هاي لك لمام الاخر، جيل جديد يا سيدي، يا جيل جديد بينه بالأملاك الشعب. يعني نتمنى حاجة برقة باش نقولها صراحة، نتمنى بلي سوناطرك تقولي علاش، لأن 95% كاع في الجزائر مباصي على سوناطرك. وقلنا لكم بلي الأرض الجزائري من أحسن أراضي تاع العالم، ليس الاترار باش نتفاهموا، لأن الاترار ما عندناش الاترار، من أحسن أراضي الخصبة. علاش؟ عندنا 4 سيزون يا ودي، القهوة تعرفوا القهوة اللي تعالى عايش بها بليزير بي من لامريكا لاتين الى افريك، عايشين بالقهوة برك، قادين نغرسوها في الصحراء وتخرج ونصدروا القهوة، مي هما ما حبوش. لي فيك بربر، التين الهندي يا ودي، اسبانيا يا اخي، ملين يوروبي هي ليس قوة عظمى، ويجي واحد يقول لك دا ولا ليس قوة عظمى باش نتفاهموا، هي من الاتحاد الاوروبي، اي تصدر حتى التين الهندي تصدروا لاوروب، البلدان الاخرى باش تدخل دوفيز، تصدر كلش. احنا ما قدريش نديروا هذا الشيء، كيما قول هاي هامليك يهضروا على البيروقراطية، يهضروا هامليك المشاكل تاع الفلاح، المشاكل شكون؟ لأن الناس لي زيمبورطاتور لي يجيبو هما المشكل، لي زيمبورطاتور هادو شكون هما؟ ولادهم، هادي هي الحقيقة. مدينا لكم، قلنا لكم بلي الجزائر التراب الجزائري، يعني لا تير الجيريان، لا تير، عندنا توت لي كولور دو تير. اولا ثانيا مدينا لكم ليكزومبل، عندها شحال لو جاردان ديسي، على عيطولو لو جاردان ديسي، حديقة التجارب، جربوا كاع لي بلونت تاع العالم، لا بليبار دي بلونت تاع العالم ناضوا في الجزائر، لا بليبار. واش تقول هذه الاستنتاج؟ ان الارض الجزائريه واش تخرج فيها يخرج يعني ينبت، مي هما ما حبوش ومازالوا يمدوا، يعني خلاو هذاك جاردان ديسي، يقول لك جاردان ديسي ما على بالهمش، يعني تنمو حبسين حمير، حاشا الحمار سيدي، حاشا الحمار، ما عندهمش اسم هاد الناس، تافهين. خلاو هذاك الجاردان كوم تيموا للشعب الجزائري، يعني الارض الجزائريه تخرج كلش. ومن بعد يقول لك ما عندناش ما كذا، يا سوف نعمل هذيك، سوف نعمل من 62 وزير الصحه تاعهم قال لك الكورونا وكذا، عندنا لقاح، سوف كيما يقول لك سوف نكافح معركة ضد الكورونا. تقول انت يا عندهم لي ماتريال، عندهم كاع والو، يستناو في الناس باش يوجدوا لقاح ضد الكورونا باش يشريوه. هذا ما كان كل جزائر، كل مشرق، كل الاخر، الناس تبتكر وتعمل، لان كما قلنا لي سورس سيانتيفيك اللي يبقاو. قلنا لكم الهند من اكبر، سوف تصبح من اكبر دول العالم
خير ما المشرق. مدينا لكم دي زيكزومبل، قلنا لكم بار اكزومبل لي تابلات اللي تخدمهم في الهند، لي تابلات لي تابلات يخدموا في الهند عندهم لي زيكسبورطاسيون تاعهم كيما ليكسبورطاسيون تاع لو غاز تاع قطر. كيف 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 على موين. شوفوا لان لي سورس سوتر يروحوا، الذهب يروح، كل شيء يروح، واش يبقى؟ العلم، لا سيونس اللي تبقى. احنا في الجزائر المبتكرين تاعنا ما خلاهمش كاع يخدموا كاع والو ريان، اللي يلقى حاجه كيما هادو اللي ملياردير اللي يقولك مليارديرات تشفاو. مدلكم ان اكزومبل وما حشموش يوريوها في التلفزيون. عندها 7 سنين ولا 8 سنين وراو واحد الجزائري بنا فيلا في 24 ساعه افيك لي ماتيير، لا ماتيير هذيك اللي دور ماشي بيطون ولا مي، بنا دارو هو اللي دبناه 24 ولا 48 اور ولا كيما يقولوا 6 جور الله اعلم، ولا باسكو نسيتو هذا الاخر مبتكر هذا راح بارتو في الجزائر. علم يعاونوش لي مليارد اللي كانوا حبيت يرفع هذا فكرة عالم، يمدوا له حقه 100 مليون في شهر ولا شحال، مي هذاك حتى الملياردير هذاك يستنفع ما خلاوهش. وين راح؟ عيطوا لي زالمو الا في ان اكسبوزي في المان، قالوا له مرحبا بك في المانيا. اذا ما تخنجقوش علينا لي مليارد تاعكم، يا كيما نتوما من الربرب تاعكم وروح وروح. كان حتى واحد ملياردير في الجزائر، كاع نهبوا كاع سرقوا وكاع عندهم لي ليا افيك لي جينيرو بوان بار. في احد الجرائد تاع الايديولوجي وتاع التعصب وتاع الى اخره، وهو هذاك فتاني تاع ليكسبريسيون. الان قال كتبوا التيتر هايدايا، واش قالوا؟ قالوا واحد لافوكا ما نعرفوش، ماتر شعبان زروق افوكا لا كور سوبريم، اكسبريما ليكسبريسيون. واش قال؟ دوز هوروز نوفوتي دون سيت كونستيتيسيون. هذا افوكا هذا، هاهم ليك الناس اللي معاهم، هاهم ليك الناس اللي لي زوان فيلتري لي زافوكا ليبر. ومن بعد او ميم طون واش كتبوا؟ قال لك ايل روتورنو اوجوردي او بريتوار، يا لي روب نوار بلي دون لو ديالوغ. هادي ليكسبريسيون ماشي حنا باش نهضروا، هادي سي ليكسبريسيون. والان يا خاوتي واش كتب المرحوم والزعيم والشهيد محمد تاملت على هاد الاشخاص في 2013 2013 واش قال؟ كتب على ولادهم سراقين الى اخره. وحنا اون بوسيون مون دي كيسيون، لان قرينا لا 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 لا. حنا ما نقولوش جانا فورماسيون جابوها لنا، حنا قلنا لا سورس هو الاخ محمد تامات الله يرحمه، لو سيت تاعو تاع الاخر تاع arabcontacts.com ام حبسوه نهار قلنا بلي الى ان فيتري يوم يجيبوا لي زانفورماسيون جدد الى اخره، ما فهمناش شكون. يعني كاين دي ناس مختصين، حتى هو مد ذبابه، هضر على ذباب في 2013 هضر على الذباب ومد لي فوتو تاوعو تاوعهم كاع كومبلي. كان بينهم احد الهاكرات تاع الجزائر، ان هاكر هو مولات مستغانم والفهم يفهم، ما نجبدوش اسمو لان الان اكتيالمو انا نشوفو بالك جبد روحو والله اعلم. نقولو يقولون نرجع للجراد هذايا اللي قال تكوين جيل جديد من مقاولين ورجال الأعمال. نقول نعم تكوين الجيل الجديد أمثال كنزة سعيداني، كنزة سعيداني هذه رجال أعمال مقاولين،
عبد العزيز، عبد العزيز دردوري اكس اوفيسي تاع الدي ار اس. اي مرتو، شكون مرتو؟ مرتو اكس مينيس تاع التليكومينيكاسيون. وليدها، وليدهم مزوج مع من؟ يقولون مزوج مع من. اين هي الدي ار اس؟ يقولون وليد اكس تاع الدي ار اس ووليد مينيس تاع التليكومينيكاسيون وليدهم مزوج مع من. هذه اولا يا اخي. يقول لك العهد تاع الدي ار اس والاخر في الجيش والاخر ما لازمش يكون جزائر مزوج بالاجنبيه. هذا يقولوا يا اخي، يقولون وليده، وليد هدايا مزوج مع من، اي بورتون اكس اوفيسي تاع الدي ار اس. هذه اولا. ثانيا يهضرونا على لافير تاع لا بنك اش اس سي بي سي في الجزائر. يهضرونا على لافير تاع لا بنك اش سي بي سي تاع الجزائر. يهضرونا را كونتينو سور مهدي رزاق بارا. هضرونا على امير رزاق بارا. را كونتينو سور لي زانفون دو جايد خاين. را كونتينو سور لو فيس دو لاكس جينيرال هشام غنيم. هضرونا على لي زانفون تاع شريف رحماني، واش عندهم؟ هضرونا على سونيا، هضرونا على سونيا زراركي، هضرونا على فاهم بوش، هضرونا على فاروق بن داود. يعني فاروق بن داود هذا شكون؟ وليد خو الجينير عبد الحميد بن داود. هضرونا على ناريمان قايدي لي ديفورسي، هي من الجزائر وتكون في طمراست، واش من العلاقات عندها مع فريدة سلال. هضرونا على واحد كيما يقولوا ايمان قربيعة، لا سور دو لا فام دو بوتسريقة، وين تخدم. هضرونا على عبد اللطيف حمامدة اي سي ليان فيك لو سيستم. حنا ما نقولو سيستم، نقولو العصابة، باسكو في الجزائر ما كان لا سيستم لا دولة. ما عندناش سيستم وما عندناش دولة، لان السيستم عنده ايديولوجية باينة. حنا في الجزائر هاد الاشخاص راكم تشوفوهم ما عندهمش ايديولوجية. بالخادم عنده ايديولوجية اسلامي، سراق منافق خبيث. كان جا الاستعمار هو الاول اللي يروح للاخر لعبها لي زعما اللحية، مجرد سرطانية عنده ايديولوجية. هادو يزا حنون عنده ايديولوجية، هادو كاع ما عندهمش، ماشي غير هادو، الجنرالات الى اخره، لي مينيست ما عندهمش الايديولوجية تاعهم نهب املاك الشعب. هادي ايديولوجية اتفقوا فيها هادي برك. واخيرا اخيرا تشفى واحد المرتزق، قال لك في الحبس الله اعلم ولا صح، مرتزق عايش في فرنسا كان يضرب سون بيتي لشيتا، شيتا البوتسريقة، وهو عارف مشكارة. انا نعيط له عارف بوشكارة، وعنده ديليا بواحد في سويسرا جكروها ولا ليسونسيال. انا نهضر عليه هاد الشخص هدايا اللي قال لك راهو في الحبس، عارف مشكارة. باباه شكون؟ كميل مشكارة اكس اوفيسي دو لا اس ام دي ار اس، وعنده حتى وقيل وليد خت الله اعلم اكس مينيست على مينيست الانتيريور الى اخره. هم ليك الجيل الجديد تاع رجال الاعمال تاع ولاد سلال ويحيى والاخر،
باش تشوفهم. انا قلتكم ماشي مربيين، اعجبت ربي والله ما مربيين. نقول ونزيد نعاود، كمواطن جزائري، اي مواطن جزائري حر، اي مواطن جزائري جو بريسيز اكسيبسيون 1 مليون دو بيرسون، هادوك كاع سرقوا الامه من 62 يومين، هذا كاين مليون شخص بالمرتزقه تاعهم الى اخره. اي مواطن جزائري يديو فاميلتو للحبس، سواء خوه ولا باباه ولا يماه ولا اختو ولا نيمبورت كوا نيمبورت كي، يروح يزور باباه في الحبس، يروح يديلو القفه، معروفه هادي في الجزائر سوتو لا كان مظلوم. يا وهادو وليد ويحيى عايش في دبي وباباه في الحبس، يعني ما يسقشيش عليه مين با، هاي التربيه سلا لا ميم شوز. ويا واسمو هذاك حدد لا ميم شوز بالحمادي لا ميم كاع، هاي ليك التربيه تاعهم. هادو خدموا على الجزائر، باباه اللي رباه بالسرقه والاخر بالنهب وما يسقيش عليها. هاي اللي في الجزائر، الجيل الجديد تاع رجال الاعمال. لكن ان شاء الله، لان كثر عليهم الضغط سورتو من طرف المنظمات حقوق الانسان، يجو بريسيز سورتو العام لا يدير فيها الكرامه لي دارها الاخ رشيد مسلي، وهي موجوده لو سياج تاعها في جنام جو كروا، يعني يدير عمل جبار. والاخ اللي قال عليه الاخ امير ديزاد، وهو الاخ شيطور في كندا، ام يديروا عمل جبار وداروهم لا بريسيون انورم عليهم، سورتو لافير تاع هذيك لو كومونيكي اللي داروا على حقوق الانسان في جون، والاخرى هي ما كاش منها كاع تما، زادوا هلكوها. باش تشوفوا يا خاوتي هاد الهضره كاع هما المشكل، ما يقدرش يجيب لك الحل. الحل الوحيد ان هاد العصابه ما عندهمش افكار جديده، يرحلوا كيما نقولوا تزيدوا نعاودوها، يتنحاو كاع. ديمقراطية الجزائر حرة ديمقراطية، جزائر مدنية ليس عسكرية. ها وين يديكم العسكر، ها من يحبوا الرونجاس وين يديهم، ليس جو بريسيزا الجيش الجزائري، الجيش ابناء الشعب كما قلنا 85%، ويجي مرتزقة مثل هذاك تاع الكشافه والاحزاب. شوفوا غير في الماريكان يا خاوتي، نهضروا حاجه بركه نمد لكم بعد كاع باغ اكزومبل، في حتى في فرنسا تاعهم سيدي يهضروا على فرنسا، كاع لا بلي بار من الاحزاب تاعهم جوجو العسكر. احنا في الجزائر ما كاش ولادهم يجوزوش، مقري وليدو عايش في شكرو في الانجليز ولا في كندا، يجيب لي يهضر لي على الاسلام. بنفليس الخبيث، بنفليس اخبث الخبثاء اللي عنده تروا لي برا دروا تاوعو كاع تاع الدياراس اكس دياراس، يجي يهضر لي الديمقراطي هادي يعرف يا هادو كيما قلت ونزيد نعاود، هادو كيجي راجل جزائري عندو ان بروغرام بوليتيك، عندو نيكيب تاعو اللي يديرلو ان بروغرام الى اخره، ويعرف بليكيب تاعو كومبلي، يعرف بها، يفوت عليه الشعب، اي انسان يفوت عليه الشعب جزائري، يفوت عليه الشعب يديه بالتصويت. تما هادو لي زيكزيجونس كمواطن جزائري حر، تتنحى منهم، تسقط الجنسية الجزائرية منهم، تسقط الجنسية الجزائرية بوان بار، لأن الخطر الحقيقي كيجي رجل جديد يعني يحكم البلاد،
بالديمقراطية بالعدالة بالإدوكاسيون الأخري، الخطر اللي عليه هاد السراقين وولادهم. هادي هي سي بوسا نقولو ديشي دو ناسيوناليتي عليهم كاع كومبلي. ونقول الأحرار الجزائر أحرار أينما كانوا، أينما كانوا واصلوا في في الكفاح، الكفاح السلمي، ليس كفاح إيديولوجي ولا كفاح عرقي، كفاح سلمي كما قلنا لكم. لأن السلم، السلم، السلم والحرية والعدالة، ما عندهم لا جنسية لا عرق، لا جنسية لا عرق. ونقول للشعب الجزائري أينما كان يتنحاو كاع، جزائر حرة ديمقراطية مدنية ليس عسكرية. وتحية الأمة الجزائرية، وتحية الأمة الجزائرية، والسلام عليكم.